Watoi family, welcome back, man. It's your boy, Mr. Watoi. Today, we got this video, the most best recitation of 2022. Let's get into it. Watoi! رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم مولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا
لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ندا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. Alhamdulillah. What's up, family? Get down in the comment section. Let me know what you think about this video. Also, if you got a video you want me to react to, please send it to my email, mrwatwai@gmail.com. Now, Watwai family, as you know from the surah, you have to know that this world is not the only world. There's a hereafter. Many blessings in the hereafter. Everything that you ever wanted in this life, you're going to get in the hereafter. So focus on your deen. Focus on being the best Muslim you can be. And don't basically compare your life to others. Because that's where you're going to feel depression. And that's where you're going to allow the evil, you know what I'm saying, the dunya, to take a control. And now you're trying to be and compete with your brother and sister when we're all trying to make it to Jannah. Inshallah, ameen. It's your boy, Mr. Watwai. Please, this is your first time on the channel. Make sure you go ahead and subscribe and join the Watwai family. Also, before you leave the channel, put a like on this video. Guys, I'll see you tomorrow, inshallah. So please take care. Mwah. Stay safe. Watwai.